غائبة تسمى أسرار لا تظهر أو يحرص أطرافها على ألا تظهر، أو ربما تم تشويهها عن قصد أو غير قصد. لذا لكل قصة عمق أو بعد يستوجب استقصاؤه. حياكم الله على شاشة الرياضية السعودية وحلقة جديدة من استئناف، أحاور فيها شخصية إدارية عايشت الكثير من الانتصارات لكرة القدم السعودية وشاركت في تأسيس مرحلة التغيير الكبرى لكرة القدم السعودية، حيث القانون والتسويق والروابط والتهيئة للانتخابات. عراب دوري المحترفين السعودي ورئيسه السابق الأستاذ محمد بن عبد الله النويصر، حياك الله أبو عبد الله. يا أهلا وسهلا، الساعة المباركة، تشرف فيكم. لا يمكن اختزال مناصبك في دقيقة أقدمها، لكن رجل مهم في المنظومة الرياضية السعودية، رجل مهم في المنظومة الرياضية الآسيوية وحتى على مستوى الفيفا الآن. أنا شاكر أبو عبد الله قبول دعوتك وأنك خصيت برنامج استئناف بالحديث الأول بعد خروجك من المؤسسة الرياضية، شكرا لك أبو عبد الله. الله يحييك، تشرف. قبل ما أبدأ في المحاور لابد من القول شكرا لبذلك، شكرا لعطائك، شكرا لجهدك في ما قدمت لكرة القدم السعودية. يكفي أننا في يوم من الأيام وصل دوري المحترفين السعودي أن يكون ضمن أفضل 15 دوري في العالم، فلابد من القول شكرا لك أبو عبد الله. الله يخليك، ولا زلت عندي، يعني لا تودعني اللي برجع للرياضة، إذا ما رجعت خلال كم سنة حرجع للرياضة إن شاء الله. للمناصب الرسمية إن شاء الله. في المحلية؟ محليا إن شاء الله. طيب يلا، وين ناوي ترجع؟ طبعا الحين في انتخابات وانتهت، وما كان لي فرصة أني دخلت لأسباب مختلفة. أنت رشحت نفسك. صحيح. نويت الترشح. صحيح. وأعلنت. صحيح. لكن فجأة اختفى. صحيح. محمد النويصر. صحيح. ليش أبو عبد الله؟ يمكن أول مرة أقول هذا الموضوع، دائما إن هالحلقة هي الاستثنائية وهي الحلقة اللي بعد الانتخابات. الحقيقة في، بس بدون ما أذكر أسماء، في شخصية اجتماعية بالنسبة لي تمون، وعلى قول الإخوان اللبنانيين وتمون، طلبت مني أني ما أدخل. والشخصية هذه لها فضل كبير علي في مسيرتي الرياضية، وكان يعني الرد بالنسبة لي أنه طلباتك أوامر، والله العظيم أن هذا هو اللي طلب مني. طبعا شخصية اجتماعية كبيرة، أحد الأمراء الكبار اللي يمون علي، وهو يامر بحكم العلاقة اللي بيني وبينه في المنظومة الرياضية، في خارج المنظومة الرياضية، خارج المنظومة الرياضية الآن، خارج المنظومة الرياضية الآن، ولم يعمل في منصب حكومي رياضي. ممتاز. عشان لا تدخل في أمور ثانية، لكن يمون علي، طلب منك الترشح ولا عدم الترشح؟ عدم الترشح، وقال لي معليش. قلت ابدا انا، ولا على فكره يمكن اخيره، يعني حتى اكون معك اكثر اريحيه، بعد ما بدت الحملات الانتخابيه والجدل، البيئه اللي صارت فيها في البدايه وحتى يمكن الى يوم الانتخاب، الوضع كان بالنسبه لي كويس. ممتاز. يعني ما عجبني التصرف، بعض التصرفات ما ابغى اتكلم، يعني ما عجبتني بعض التصرفات من اعلاميين، ما عجبني بعض التصرفات من مرشحين، ما عجبني بعض التصرفات من مغردين. كان يعني الاسلوب اللي بدات فيه الانتخابات حتى يوم الانتخاب كانت يعني غير لائقه بالوسط الرياضي، بعضها وليس كلها، ولا اتهم الجميع، لكن الوضع بشكل عام ما كان معجبني، فالحمد لله اني ما كنت في ذا المعمعة. طيب دون تحديد اسماء ابدا، طيب. اول شيء يحسب لك الوفاء لهذه الشخصية، لكن ليش طلب عدم الترشح؟ اقنعني، ويعني في سبب خلاني يعني احتفظ فيه لنفسي يمكن، لكن المجال حتى انا بالنسبة لي صرت سعيد فيه، لان تركني اني حتى ذا الفترة اني اراجع حساباتي وانتبه حتى الاعمال اللي انا اشتغل فيها الشخصيه، اقدر اسافر وارجع متى ما ابغى، اقدر حتى بحريه اكتب او اغرد او انتقد او اتحرك بحريه اكثر في دهاليز الوسط الرياضي. تنطلق بحريه في الوسط الرياضي، والحمد لله. لا، وانطلق بحريه في الوسط الرياضي وخارج الوسط الرياضي. طيب الانتخابات، بما انك تكلمت عنها،
بدون ما نحدد الأسماء، إيش الأشياء اللي ما عجبتك؟ كنت مراقب لها من بعيد. إيش الأشياء اللي ما عجبتك مثلاً؟ أعطيك اللي ما عجبني وأعطيك اللي عجبني. طيب. اللي ما عجبني الأسلوب الإعلامي اللي تم استخدامه واستخدام بعض المرشحين للإعلاميين بطريقة تسيء للمرشح الآخر وتسيء للمنظومة الرياضية، واستخدامهم أيضا للإساءات البعض. أنا هذه الأشياء اللي كانت يعني تخليني يعني أنا ما أنظر للمثالية، أنا متوقع أنه يصير حدوث مثل هذه الأوضاع، لكن ما توقعت أنها تكون مرتفعة بدرجة أكثر من اللازم. وكنت دائما أتابعها، وكل ما أقرأ تغريدات أقول الحمد لله أني خارج المعمعة، ولا كان لا نالني من هذه الوضع نصيب. فأنا قلت في تغريدة، طلعت تغريدات يعني لو تراقب حسابي على هذا الموضوع، قلت أتمنى أي إعلامي، ما عندي مشكلة أنه يكون تابع أنه يعمل مع حملة أي واحد، لكن يعلن ذلك، لأنك أنت تصير وضعك مختلف لما تعلن أنك مع المرشح فلاني الفلاني. فأنت الحين تسوق هذه الشخصية بدافع عملي، وأيضا بكل نزاهة، ما تنقل معلومة أنت تعتبرها أن هذا رأيك الشخصي، مو برأيك الشخصي، أعتبر هذا رأيك اللي أنت أو مرشحك اللي أنت تبحث عنه عمليا، وجهك المرشح يعني لأن تقول هذا الكلام. وهذا لم يصير، أنا ما تابعت أحد أنه أعلن أن أنسحب إلا واحد صراحة، الأخ سعيد الهلال قريت أنه أنسحب من حملة معينة وقالها إعلانيا، لكن أنا يمكن في غيره وأنا ما أعرف، لكن على العكس كنت أتمنى من أي إعلامي يقول أنا مع فلان الفلاني وأعلنها، زي مثلا الأخ غانم قال إني أنا مع سلمان المالك واشتغل وعمل، ما عندي أي مشكلة، ولا هو ولا غيره. أي إعلامي المجال مفتوح، بالعكس أنا أحترمهم وأحترم وجهات نظرهم، لكن على الأقل من باب الشفافية أنك توضح موقفك، وأنك بذلك أصبحت أنت تنقل وجهة نظر. كان في تلون يعني يا أبو عبد الله؟ لا، لما أنت ما تعلن بتصير أنك تحاول أنك تؤثر على الرأي العام أو على الأطراف أخرى، لأنك هذه رغبتك أنت الشخصية وأنت لم تعلنها. طيب، هذا فيما يخص الإعلاميين، فيما يخص المرشحين برضو إيش التصرفات اللي ما عجبتك؟ نفس الشيء، بعضهم أساءوا البعض، أنا أشوف أساءوا إساءات كبيرة. برامجهم أقنعتك أبو عبد الله الانتخابية؟ والله كرجل خبير أنت في المنظمة الرياضية، والله في برامج حلوة صراحة، في يعني من أكثر واحد أقنعك؟ لا، أنا ما أقدر الحين أقول لك، لكن ثلاثتهم كانوا، أنا يعني طبعا اللي شفتهم أكثر واحد، شفت سلمان المالك، شفت الدكتور عادل عزت، وشفت خالد المعمر. دكتور نجيب ما، لا والله ما شفته، ما شفت برنامجه. طيب. لأنه يمكن كان هو أقلهم ظهور إعلاميا. صحيح. لكن البقية لا، شفتهم وتابعته، وكلهم دعوني للحضور برامجهم، لكن اعتذرت من الجميع. لكن كتصرفات كلهم يعني أنا شوف مو بتصرفاتهم الشخصية، تصرفات المجموعة اللي معهم، بعضهم أساء البعض، بعضهم ليس كلهم، في ناس لا والله يعني كانوا متحفظين وكانوا يعني ما يحبون يدخلون في أي مهاترات، لكن طلعت أشياء قد تسيء للاتحاد أو تسيء للرياضة أو تسيء لبعضهم، المفروض أنها ما تصدر. الآن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، كيف ترى اتحاد القدم معه؟ أنا شخصيا يعني شوف المصادفة، اثنين هم المرشحين اللي كانوا الأقرب كلهم موقع معهم، أنا رعاية، واحد موقع مع رعاية الدوري عبد اللطيف جميل، واحد موقع مع الدوري ركان الدرجة الأولى، فأنا أعرفهم جيدا. بتكلم عن عادل من بابه، الدكتور عادل للأمانة رجل فاهم في التسويق، فاهم في الإدارة، وعنده خبرة رئيس في الإدارة مناسب شيء كثير. شوف في الإدارة الرجل فاهم، في الرياضة تكلم رياضة كرة القدم ما عنده الخبرة الكاملة، لكن هذا يقدر يعوضها، لأنه ما اشتغل في اتحادات، ما اشتغل في نادي على أساس أني أنا أقول أنه عنده خبرة، أنا أكذب إذا قلت هذا الموضوع. لكن المجموعة اللي معه هم اللي اشتغلوا في الأندية، الأمين العام الموجود، تبدأ التركيبة تتغير. ودائما في الإدارة
مو بشخص الحين لو تلاحظ في الدوري الأندية الأوروبية أو حتى في المنظمات الرياضية لا تلاحظ ترخص اللي يدرونها قانونيين في السنوات الأخيرة، وتتفاجأ هالقانوني ما كان يشتغل في رياضة لكن إيش فهم في القانون فهم في الإدارة ويستفيد من العناصر الموجودة. فإن شاء الله أتمنى أنه ينجح وأتوقع أنه حينجح. أعجبني صراحة أول اجتماع صار فيه الاتحاد، كان من أهم القرارات اللي أعجبتني أنه ما أعلنوا أسامي رؤساء اللجان، انتظروا وأعلنوا عن أنهم بيعيدون هيكلة الاتحاد خلال 90 يوم. فهذا دليل أنه ما جاي واحد بيفرض بكل واحد متحمس بيمسك لجنة. وأنا من هذا المنبر يمكن بكرة حتى تكلمت فيه في الإعلام اليوم في مقابلة صحفية، أعجبني أنهم سوى الدراسة ويجب أن نستفيد من بعض. يعني أنا الملاحظات اللي كانت عندي في الاتحاد السعودي السابق والسلبيات يجب أن أعطيها للاتحاد اللي قبلي أن يتلافاها. الاتحاد السعودي مو بحق أحمد عيد ولا عادل عزت ولا الأمير نواف ولا الأمير سلطان، هذا اتحاد بلد، اتحاد المملكة العربية السعودية. فيجب أنك تستفيد ولا تفتكر أنك إذا جيت أنت أو المجموعة اللي معك أنكم اللي قبلك ما حاول أتعاون معهم أسمع منهم. هذا المفروض أبو عبد الله، لكن الواقع ربما يختلف. كما يعني أنا أذكر حتى الأستاذ سعيد جمعان عندما ظهر معي في البرنامج كان أنا سويت دراسات وما أدري وين راحت. يجب أنا طبعا هذه هي من فلسفة، لكن يجب أن أبدأ من حيث توقف الآخرين. يعني أنا ترى ضد تماما أن أعضاء مجلس الإدارة يداومون يوميا. أنا أعتبر هذا خلل كبير، لأن الاتحاد يجب أن يعتمد على إدارات. أنا عضو في الاتحاد الأسيوي من 2002، ما هو المفروض مني اللي يداوم؟ أنا أجيهم في الشهر كذا في الشهور مرة، يعني بالكثير 4 اجتماعات. نحط استراتيجيات، نحط لوائح وأنظمة لتطبيقها، لكن أني أنا اللي أعتبر اللي يداوم يوميا في الاتحاد كعضو مجلس الإدارة عشان العمل يمشي فشل فيه وفشل في المنظومة، لأن هذا يؤكد أن عمل غير مؤسساتي. أنا أفتخر يعني وما أمدح نفسي، طلعت ما حد حس أن محمد النويسر طلع، ولا كأن محمد النويسر تأثرت الرابطة فيه. هذا ما يؤلمك أبو عبد الله؟ بالعكس، هذا سر من أسرار نجاح الرابطة، لأن الرابطة ما تقوم على أشخاص، والشخص اللي يخلي المنشأة تقوم عليه هو الوحدة هذا خلل فيه قبل ما يكون خلل في المنظومة. طيب خلينا نتكلم في الرابطة. أول شيء صوت الرابطة في الانتخابات ذهب للدكتور عادل عزت. لو كنت رئيس أنت أبو عبد الله وين راح يروح؟ أنا ما أدري أنه راح الدكتور عادل عزت، لكن أنا بقول لك أنا في الفترة هذا ما أعلن ما أدري والله إذا أعلن فهو صحيح، لكن أنا بقول لك شيء. أنا كنت في الرابطة كان عندنا 5 أصوات وأنا أمام الشاشة وأمام الجميع، ولا واحد تكلمت معه وقلت له يعطي صوته لمين. كان الوقت الأستاذ أحمد عيد وخالد المعمر. قلت كل واحد يرى المناسب ويتخذه، وإذا واحد منهم من الشباب اللي كانوا موجودين كان موجود، ذكر أحمد العقيل وذكر سبيعي موجود وذكر مين كان أي فيصل القحطاني ومين والله ما أتذكر من فيه لهم لم تحدد لهم مرشح معين؟ أي أبدا ما تدخلت فيه نهائيا، وأي واحد يسمعني منهم يقول أني أنا قلت له يرشح فلان يطلع ويرد علي، وأنا أثق فيهم تماما. ليش استقلت أبو عبد الله من الرابطة؟ أنا استقلت قبل موعدك. لا أنا ما استقلت، قايل بطلع 2015 ومسجلة تلفزيونية. أي أنا أذكرها، لكن أنت أيضا خرجت في تصريحات إني صحفية قلت بطلع قبل. لا أنك ستستمر مستمر كنائب رئيس اتحاد ومستمر في الرابطة. لا أنا بس عشان أنا كنت بطلع قبل 2015، قلت أني بستمر في بترك الرابطة واستمر، لكن استمريت لأنهم قالوا لي على الأقل كمل، سواء طبعا الأستاذ أحمد عيد أو عظام السيدار كمل معنا حتى نهاية 2015 حسب ما ذكرته في البداية. وكنت بطلع قبل صراحة، لكن استمريت حتى هذا، لكن ما كان عندي نية أني أتعدى 2015. الأمير عبد الله المساعد ما تحدث معك بشأن استمرارك؟ ألا تحدث معي، هو طبعا كان من الأساس يبغاني أستمر للأمانة، بعدين قرأ تصريحاتي أني أبغى أطلع وتضايق من الموضوع،
قال لي كيف انت يعني تبغى تستمر ولا ما تبغى، يعني عشان الامور تصير بالنسبه له واضحه، انت وش قرارك؟ وكان هو من ذا الموضوع مستغرب اني هو كان حريص، يعني والله الامانه كان اخر الفتره اللي قبل ما على استقالتي كان حريص اني اكون موجود، بس العكس قلت له، قريت طلع في تصريح يمكن في الشرق الاوسط اني بطلع. قال لي انت متصرح في الجرائد، وش قرارك علشان نعرف نرتب، يعني نعرف ان شو الوضع اللي بيصير مستقبلي. طيب. فانا قلت له طالع 2015. لكن ليش انا مقرر اني اطلع 2015؟ هذا قراري من اول. وبعدين حتى يعني انا عارف انت طلعت نهايه 2015؟ اي كملت او بدايه اول ثلاث شهور من 2016؟ لا لا لا، تقريبا نهايه 2015 بالضبط، اخر يوم دوام عندي كان نهايه 2015. لكن في كثير يعتقدون انني كنت اتكلم في التلفزيون اني انا في اختلاف مع الامير عبد الله، نعم انا اختلف مع الامير عبد الله واختلف مع وجهات نظره، ويشهد الله اني اختلفت مع الامير في وجهات النظر. ايش اللي اختلفت فيه مع الامير عبد الله؟ مع الامير سلطان ومع الامير نواف نقل راينا ونعطيهم وجهات نظر، يعني في وجهات نظر مختلفه، يعني انا بعض الاحيان ارى شيء يقراه قد يكون مع الحق قد يكون مع الحق، لكن ما هي مشكله ان نختلف. المشكله ان الناس تعتقد ان الاختلاف يفسد الود قضيه. ما عندي انا مشكله معه. اقدم واحد اعرفه في المنظومه الرياضيه على فكره، من على الاقل من الامراء اللي في الرياضيين، هو الامير عبد الله بن مساعد. يعني اتذكر نلعب مباريات ضدهم، ضد الامير والفريق حقه في بيتهم، من عمري اتوقع يمكن 14-13. بس ما ضغط عليك في عمليه تقديم استقالتك؟ لا لا لا، ما ضغط علي ابدا، بالعكس كان مصر اني اكمل الى 2015 كنائب لرئيس الاتحاد السعودي. احنا كنا نقرا المنصب هذا ابو عبد الله ولا ندري وش صلاحياتك. والله ما كان عندي الامانه هاي قبل، يعني الامانه قبل ما اكون كنت في الرابطه مشغول تماما وقايل لهم البدايه، ولا زلت اقول على فكره من ضمن الاشياء اللي اتمنى في التعديلات اللي يسوونها دام 90 يوم هذه موجوده، وذكرتها ايضا، ان يكون في نائب رئيس اثنين، نائب رئيس لشؤون الرابطه ونائب رئيس شؤون الاتحاد، لان اللي في الرابطه بيكون مشغول في الرابطه، لكن ان اثنين يصير في واحد افضل في الوقت الحالي، لكن على المدى البعيد انا ما اعتقد. ايش كانت صلاحياتك يا عبد الله في الاتحاد؟ اي كنائب رئيس. والله انا جيت متاخر، يعني كان باقي على الاتحاد يمكن سنه وما كان عندي، مو ما كان عندي صلاحيات، ما كان عندي صراحه الطاقه وعندي الحماس اني بعدل. لو كنت بعدل صراحه كنت بعدل اشياء كثيره. مثل ماذا تعدل؟ يعني انا شخصيا يمكن ارجع للرابطه، الرابطه فيها كوادر شباب من مختلف الاعمار الشابه، وناس درسوا، اللي درس في البرنامج الفيفا ماستر، واللي درس في اوروبا، واللي درس، واللي الحين يشتغل في الاتحاد الاسيوي، واللي ماسك مناصب زي بدر الشام. كانوا مبتعثين هذول من قبل اعتقد الرابطه. الرابطه وقت الامير سلطان والامير نواف، وبعضهم انا كنت موجود، ناس في مؤسسه جسور في قطر ولا زالوا موجودين. كل هذه الامور انا احب الشباب واحب التطوير واحب التغيير. فالاتحاد اجي في ستة شهور ولا في سنه بغير وبعدل، هذا بالنسبه لي ما اقدر اسويه. كان يحتاج الاتحاد تطوير وتغيير وتعديل؟ اي طبعا يحتاج كوادر شابه ويحتاج تعديل وتطوير. انا 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 من اللي رشحوا احمد الخميس، الاستاذ احمد الخميس، ومن افضل الناس اللي انا اشوفهم كامين عام، لكن كل انسان له ايجابيات وسلبيات زي ما عنده. انت رشحته كامين عام؟ انا رشحته ورشحته وقلت لاحمد، الاستاذ احمد عيد اول واحد، رغم اني انا اكثر واحد كنت اختلف معه، انا اكثر ناس ازعجوني واختلفت وياهم استاذ علي حمدان والاخ احمد خميس، استاذ احمد خميس، وكلهم من خيره الناس، لكن نختلف في الشغل ما عندي مشكلة. سلمان القريني نفس الشيء، الأستاذ سلمان القريني نختلف أنا وياك، ما عندي مشكلة إن تختلف مع الناس. وين أهم المفاصل اللي كنت تبغى تعدل وتغير فيها في الاتحاد السعودي؟ كنت أبغى كوادر شابة كلها. في وين؟ هذا واحد في كل المجال، وأبغى اللي يدير الاتحاد إدارات وليس أعضاء مجلس إدارة. يعني مع احترامي الشديد، وليس والله، يعني مثل الأستاذ الدكتور البرقان عبد الله البرقان، والدكتور خالد المقرن. إذا غابوا أتمنى أن ما تطيح لجنة الاحتراف ولا تطيح لجنة المسابقات. أنا ما أبغى هالموضوع، يعني هذا الموضوع إذا من أفضل الناس اللي مروا عليه في إدارة المسابقات دكتور خالد المقرن، والناس من دليل حتى أصوات جتهم أكثر ناس، حتى الدكتور عبد الله صحيح. لكن أنا ما أبغى دائما أن
الإدارة تقوم على أشخاص. ليش؟ طيب لو راح، لو انتقل وراح مكان، هل تطيح؟ أنا أبغى كيان قائم. عشان كذا أرجع أقول لك أنا مبسوط إن الرابطة ما تأثرت بغيابي، والناس يعتبرونها سلبية، أنا مبسوط على الآخر، أنا مستمتع إن ياسر صار نائب الاتحاد، وإنه صار وكل ما يطلع أحس أنا اللي طالع، وكل ما موظف من الرابطة الحين الأستاذ عبد العزيز الحميدي صار أمين عام بالنيابة، أنا مبسوط، وأيضا كل ما يطلع واحد يكون مبسوط، لأن هذه كوادر بدأت وتطورت ومشت في الطريق الصحيح. أستأذنك في فصل أول بس في الحلقة. أوكي. أهلا بكم مرة أخرى في استئناف على شاشة الرياضية. أحاور في هذه الحلقة العقل المدبر لنجاحات رابطة دوري المحترفين السعودي والرئيس السابق للرابطة صاحب المناصب الأسيوية أستاذ محمد بن عبد الله النويصر. حياك الله أبو عبد الله. هو شتر مني مدبر للرابطة، كنا والله نشتغل فريق. أوكي فريق، لكن ايه. اللي ظاهر في الصورة ايه. أنت إذا شيء شوف أنا أعطيك الصدق والله. أنت كنت تعطي التوجيهات؟ أنا لا، أنا كنا نجتمع بصفة يومية في الرابطة، والحين الشباب يسمعوني في الرابطة كل يوم تقريبا 10 الصباح. كل موظفين الرابطة بصغير، ما في يعني أتكلم صغير ليس صغير في المقام، ولكن ما مكان مرتبته، نجلس على طاولة واحدة نناقش كل السلبيات اللي صارت مثلا في الأسبوع هذا كله، في أمس وبكرة وش بيصير وكل شيء، وكل نتكلم بكل حرية، ولا عندي وكل واحد يعطي رأيه، ونشترك في تنفيذ العمل مع بعض. وعشان كذا يمكن صار العمل أكثر جماعية، والنجاح نجاح للجميع. يمكن أنا عشاني في الواجهة أخذ الإيجابيات وأخذ السلبيات حتى، بس ما عندي مشكلة. كيف أبو عبد الله معلش السؤال، النظام الأساسي من كان اسمها هيئة صحيح، ثم انتقلت إلى رابطة، كيف كنتم تعملون دون نظام؟ كنا أول شيء كنا ماشيين بنظام اعتمد من الاتحاد السعودي، لكن أول ما اعتمد هذا الاتحاد اعتمد الاتحاد جلت اللي بنى اللي وافق عليه الفيفا مؤقتا، يعني الفيفا قال الاتحاد السعودي هذا ما عندنا مانع انك تصدر، اللي هو أنا كنت فيه في مجلسه. من اللي وضع النظام هذا اللي وافق عليه الاتحاد القدم؟ اللي وضعه والله يمكن ما متأكد، أتوقع شركة يعني ولا لا لا لا، أتوقع الدكتور ماجد قاروب أتوقع حطه في البداية وقالوا لهم لكن بعد الانتخابات لازم تعدلون نظامكم أكثر، فكان مطلوب تعديل النظام. بعد ما صار التعديل إحنا لو عدلنا إحنا ذيك الأيام الفترة النظام في الرابطة لازم يكون التعديل في الأصل قبل الفرع، فكان لازم حتى لما يعني كان اشتغلنا عليه، واشتغل عليه أكثر واحد يمكن هم الأستاذ علي حمدان والأستاذ خالد المعمر والأستاذ أحمد الخميس والله ما أدري من كان معهم رابع، ونوقش وعطينا حتى محامين خارجيين وناقشوا. لكن حتى لو صار عندك، لأنه قد يتعارض أحد القوانين المحطوطة مع ما هو موجود حالياً أو ما هو سيكون مستقبلا، فلذلك يبقى جامد حتى جل يجي اتحاد جديد ويعتمد. فعشان كذا لما جل اتحاد اعتمد كل شيء. أي اتحاد؟ الاتحاد الاتحاد السابق بعد ما اعتمد الاتحاد السعودي اعتمد بعد ما اعتمد النظام الأساسي، النظام الأساسي للاتحاد السعودي اعتمد النظام الأساسي اعتمد النظام الأساسي، وصار عليه بعض هو نفس النظام السابق صار عليه بعض التعديلات. اللي يعتمد عندما كلف ياسر المسحل؟ لا قبل صادق بعد كلف ياسر يصير بعد ما كلف صحيح. هذا النظام اللي اشتغلتوا عليه ايه، بس صار عليه بعض التعديلات اللي تتناسب مع النظام الاساسي اللي قامت عليه الانتخابات الحاليه. لكن كان الراي القانوني وقتها ابو عبد الله انه ما يخرج من هذه الرابطه غير قانوني طالما انها لا تملك نظام. وجهه نظر، كنا نمشي على نظام اللي اعتمد الاتحاد السعودي، وكنا في كثير من القضايا نرجعها للاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي هو اللي يعتمدها. يعني في قضايا كنت انا ما اسويها، اسويها اطلب موافقه الاتحاد السعودي فيوافق عليها. لذلك ما كان عندي عموما يظل وجهه نظر، لكن كنا معتمدين على الاتحاد السعودي. لا وجهه نظر انت كنت متقبلها ابو عبد الله؟ لا قانونيا ماشي بالطريقه الصحيحه مع الاتحاد السعودي، انه اي شيء
خارج نطاق صلاحياتنا نرفع الاتحاد السعودي. تعال يعني تفضل. لا تفضل ابدا. انت اختلفت معهم فيما يخص الدخل المادي اكثر شيء هو اختلفت يعني فضل. على حسب ما ذكروا الرابطة كانت السبب الرئيسي في تقليص مقاعد كرة القدم السعودية في دوري أبطال آسيا. بيئة الملاعب لم تكن ناجحة بسبب الرابطة، التذاكر الإلكترونية، طيب. البوابات الإلكترونية. طيب. أعطيك كلها بسرعة شكل. أعلى دخل صار في كرة القدم السعودية في فترة الرابطة عقد عبد اللطيف جميل. التذاكر الإلكترونية كانت مشكلة عويصة وفعلا لكن حليناها مع مكاني. وإحنا اللي اشتغلنا وهذا موجودين حقي مكاني واشتغلوا كنت، لكن ما نملك الحق. اللي يملك حق التذاكر هم الأندية جدة، لأن الملعب مهيأ وأيضا متواجدين بقوة في الملعب وإمكانياته. ملعب الجوهرة، ملعب الجوهرة مصمم بطريقة أوروبية. حتى لو تبغى تشتري تذكرة، تذكرة تشتريها من الداخل، لأن المفروض الملعب يكون فيه موقع إلكتروني، لأن مو ممكن من البوابة برا الملاعب تشتري من البوابة. هذا لو تبغى تشتري الحين بدون تذاكر إلكترونية لازم تكون تحت سقف المدخل الرئيسي للملعب، وهذا بيسبب تكدس اذا ما في تذاكر الكترونيه، فهي ناحيه امنيه وتنظيميه. فاول الانديه، اي نادي الحين في السعوديه يقدر يروح مع مكاني وهو في الشرقيه في حفر الباطن في اي مكان، لكن هذا قرار النادي واللي يملك الحق في هذا الموضوع. فيما يخص البوابات الالكترونيه، البوابات الالكترونيه هذه أشياء تابعة للملعب وممتلكات الملاعب، فالمفروض هيئة الرياضة والشباب أو الرئاسة العامة اللي تسويها. كنا نحاول أن ننفذها غيرها. طيب الحين حتى موضوع مثلا مين محاولة، هو كان تصريح أتوقع من الدكتور حافظ المدرك. صحيح، لكن في الأخير المبالغة كبيرة يحتاج لها رصد، ما تقدر تحملها الأندية. وتجيب الفلوس من وين؟ تخصم على الأندية وهي منشآت حكومية. لكن خليني أقول لك مثلا المصليات المتنقلة، أنا افتخر أن المصليات المتنقلة أول أوجدناها ووجدناها حل، لأنك بيجيك في الملعب مثلا 60,000 شخص، هل تبنين لهم مسجد يتسع 60,000؟ مو معقول. ولا المباراة مباراتين في الأسبوع الفترة محدودة. لكن المصليات المتنقلة أتوقع أفضل حل لهذا الموضوع، الناس تجي دفعات وفي مصليات جاهزة في كل الملاعب. خدمات التغذية اللي صارت طورت كثير الحين في الملاعب، الحمد لله يمكن 6-7 مطاعم مختلفة في الملعب الجوهرة بدينا فيها، لأن في أساس صح. والحين حتى في مختلف الملاعب فيها يعني أساس جيد، يعني طبعاً أقول يعني جيدة، والحين استكملت الحمد لله. يعني البوابات الإلكترونية كان السبب فيها الشح المالي في الأندية، الشح المالي في الرابطة أو في الرابطة، وأيضا في وجهة نظر صحيحة أن هذه منشآت حكومية، أنا بروح أدفع كل ملعب منشأة هالمبالغ؟ طيب أكيد بصير. طيب العقود اللي أبرمتها الرابطة هذه ما كانت تكفي تطلع، ما كانت تكفي، لا ما كانت تكفي تغطي للملاعب. البوابات الإلكترونية إلى الآن من الأشياء الأساسية المفروض تكون في الملاعب. في رقم معين أبو عبد الله عندك مثلا لتكلفة في أنواع الملاعب؟ يعني في بوابات إلكترونية تطلع زي المطارات تكشف لك كل شيء موجود، يعني مو بمجرد دخول، في بوابات تكشف لك لا قدر الله حتى أكثر حساسية أكثر يعني. حساسية. فيعتمد حسب البوابات، حسب المداخل، حسب سعة الملعب، حسب ملاعب أنشئت تضطر أنك تغير المداخل من الأساس عشان توجه الجمهور، أيضا ترقم المقاعد، تحط كل رقم لها. بصراحة أبو عبد الله الأندية وقتها تساعدت معك كرئيس للرابطة من أجل النهوض بالرابطة؟ والله شوف في أندية جدا تساعدت وفي أندية ما تساعدت. إحنا اللي كنا نشوفها ونسمعها بس تطورت حتى من الإعلام يعني. طيب. وأنا أحد الإعلاميين يعني كنا نقسو عليكم فترة. طيب. يعني كنا نشوف صراحة هجوم على الرابطة، هجوم قوي، لكن إذا الإنسان عنده رأي وعنده فكر وعنده أهداف يتحمل لحد ما تطلع. أعلى رعاية صارت في الرابطة، التنظيم ارتفع. أول أنت كنت إعلامي، لما تسوي لقاء إعلامي تجيب الميكروفون تحطه قدام اللاعب تلاقي 16 شخص صحيح. حواليك ما تقدر تكلم. الحين في تنظيم إعلامي، في فلاش انترفيو، في ميكس زون، في ناس تنقل بطريقة محترفة، وفي تنظيم إعلامي. لعبتنا لو ترجع أول سنة صار فيها تنظيم اللاعب تعطيه، يا أخي بعطيك على سبيل المثال عشان يمون عليه، وليد عبد الله كانوا يقابلونه يلا يقول كلمتين، الحين وليد عبد الله يضحك ويمزح ويعلق وينكت في المقابلات ويسلم على العيال ويسلم على العيال والشباب وكذا. هذا إيش؟
هذا نتيجة التنظيم وانك عطيتهم جرعات. لان هذا اللاعب بكره بيروح دوليا يجرى معه حوارات. على فكره بنقلك موضوع جديد، افضل ناس من يتحدث امام الاعلام هم الرياضيين، افضل من بعض الوزراء وافضل من بعض المسؤولين وافضل من بعض الاعلاميين، لان اكثر ناس يلعبون في الاراء في الاضاءات وملاعب المكشوفه هم اللاعبين والاضواء مسلطه عليه. كان في ابو عبد الله اشبه بعناد مثلا ما بين الرابطه وبعض الانديه؟ لا في حسيت ان في حرب ابو عبد الله من الاخر يعني. لا انا من الاخر اللي نويها حرب بالنسبه لي عادي، انا اتحمل واعرف، واللي انا الغالبيه العظمى اشوف ان في اختلاف في التفكير وفي وجهات النظر. يعني هو نادي محتاج فلوس ويبغى يبحث عن مصالح الانديه، عن مصلحه النادي، وانا ابحث عن مصلحه الانديه ككل وابحث عن مصلحه النادي، فنختلف وجهات النظر. يمكن حتى لو انا الحين اصير امس رئيس نادي يمكن اصير في صف الانديه اللي كانت تطالب بهذا الموضوع، ما في مشكله، يعني ما عندي اي مشاكل، لكن المصلحه العامه وين كانت فيه في ذا الوقت اللي انا اشوف هذا الوقت اللي انا فرضت عليه المصلحه العامه اسوي هذا الامر. لا كمعارك مع محمد نويصر لإسقاطه من الرابط، حسيت في الشعور هذا أبو عبد الله؟ والله شوف أنا دائما إنه تصفية في تصفية حسابات شخصية. أنا شخص مؤمن تماما إني أعمل ولا عندي النية الطيبة في كل شخص، وأنا أنا نيتي طيبة مع الناس، فأنا أنظر لهم إنهم ينظرون لنفس النوايا الطيبة، حتى لو واحد أحس إنه قسى في تصريح معي أحس إن ألقى له عذر إنه قد يكون فهم غلط، قد يكون خان التعبير، احاول اجد لها مبرر. احنا ما نبغى نعرف من ابو عبد الله، لكن حسيت في الشعور هذا؟ لا نيتي مع الناس صافيه ولا زلت صافيه، والافتخر من يعني كان في صدام اعلامي بيني وبينهم اني وضحت وجهه نظري معهم واختلفت معهم، واحترم رايهم ولا زلت احترم رايهم ووجهه نظرهم، وقد اكون في نفس وجهه نظرهم لو اكون انا مسؤول عن هذا عن النادي وليس عن الرابط. أنت كنت رجل أو أحد الرجال المهمين في المنظومة الآسيوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كثير كان يقال في الإعلام أبو عبد الله أن الممثلين السعوديين ما يؤدون دورهم، ضعفاء. عندما تتم المقارنة بالمرحوم عبد الله الدبل مثلا والرجال الذين كانوا معه، هذا الشيء كان يحزنكم؟ لا كان يؤلمكم؟ لا يعني شوف المرحلة اللي كان موجود فيها الأستاذ عبد الله الدبل يعني من مرحلة ذهبية فعلا، كان رجل أنا ما أقدر لا أنا ولا غيري حتى الآن سدوا الفراغ اللي هو موجود فيه. ولا ترى قوتك كممثل أنك بفرد عضلاتك والصراخ والكلام. يعني مثلا أعطيك نادي بدون ذكر أسماء رمى قوارير أو مقذوفات في الملعب وارسل له إنذار من الاتحاد الأسيوي، رمى ثاني مرة وانسل له الاتحاد، ثالث مرة منعوه من الدخول من الجماهير، هل هذا بيقدر الممثل يسوي شيء؟ ما يقدر، هذا نظام موجود على الجميع. نادي قام بحركة الجمهور تشاكل مع أو اللاعب تشاكل مع عدد من مع الحكم أو مع تبغى تتدخل ما يقدر. لكن في بعض القضايا دخلنا فيها نجحنا في بعضها خسرنا بعضها. يعني أنا بسألك، أنا ما أتكلم عن نفسي، هل تتوقع أني لو كنت ما عندي القدرة أني أصير رئيس الروابط دوريات المحترفين في آسيا؟ يعني أنا قعدت أنا موجود رئيس دوريات في آسيا كلها، في من اليابان وفي من كوريا من كل دول العالم، ومع ذلك كنت أنا رئيس الرابطة رئيس روابط الدوريات المحترفين، ورحت عضو في الفيفا ولا زال عضو في لجنة الأندية. يعني إذن لماذا أبو عبد الله تلصق فيكم تهمة الضعف، تلصق فيكم؟ الكل كان يتحدث عن لماذا لا يتم حماية مثلا ممثلي الأندية عندما الأندية السعودية أو المنتخبات السعودية تلعب مثلا في إيران وما تتعرض له الأندية السعودية في صحيح. هنا كان الكلام أنه أين دور الممثلين السعوديين؟ شوف أنا من تجربة مع تكرار هذه المخالفات، في مخالفات هم تصير عندهم مخالفات ويتعاقبون ماليا بعدين يتوقفون عندهم، يعني يتلعبون بطريقة. يعني لو ترجع عدد المخالفات حتتفاجأ كمية مخالفات على الأندية الأسيوية وعلى المنتخبات بدرجة مي طبيعية. لكن هم يعرفون متى يتوقفون يبلغونهم. غير كذا للأمانة
المراقب اللي في المباراة وش يكتب هو اللي يمشي في داخل في داخل في داخل الاتحاد الآسيوي. يعني إذا مراقب جاي للسعودية يجب إنك، أنا ما أقول إنك ترشيه لكن تهتم فيه، يعني تكون دائما قريب منه، يبغى يروح تفرج على المباراة، توديه في الوقت اللي يبغاه، ترتب له أموره. أنا أذكر الحديث هذا تحدث فيه الدكتور حفظ المدلج، قال يا بدر إحنا مشكلتنا ما نهتم لوجستيا في المراقب اللي يجي. صحيح صحيح، ممكن ما يمكن يتأخرون عليه في المطار أو يتأخر عليه في السيارة أو ممكن السيارة اللي تجيه مش مثلاً ينفذ شوي. أيوة هذه الأشياء ممكن صح يخليه يغض البصر عن بعض الأخطاء مهما كان، يعني هو بشر، يعني ما أقول دلعة لكن حقق لطلباته اللي هي أساسية مطلوبة منه، على الأقل يمكن يتغاضى بعض الأحيان يسوي نفسه ما شاف بس. وأنا أقول طبعا الحين فيه تغييرات، أتمنى أن يكون في ناس زي الأستاذ عبد الله الدبل اللي إلى الآن ما صار منه، وأتمنى يكون في أفضل، لكن الموضوع هذا يحتاج ميزانيات مالية. وبعدين أنا تعرضت من الأشياء اللي تعرضت لها أنه أنا كثير السفر، وليش تسافر كثير وليش تروح؟ أنا أروح قبل الاجتماع بيومين ثلاثة أيام وأجلس مع فلان وعلان والناس وأبدأ علاقات معهم، وأجلس بعد يمكن بعدها بيوم كيف تكون علاقات. أنا رحت الاتحاد الآسيوي ما أدري أبوابه، طلعت من الاتحاد الآسيوي أعرف كل الموظفين وأعرف جدرانه وأعرف الأعضاء كلهم وأنا أعرف وش ممكن يصير بعدين. إلى الآن معي علاقات معناه، أنا بكل فخر الآن أكثر علاقات واحد موجود في يمكن في الاتحاد، يمكن في الأخ أحمد الخميس عنده علاقات طيبة جدا كويسة للأمانة، الأستاذ أحمد عيد، محمد النويصر، الدكتور حافظ المدلج لأنهم عاشوا، ياسر في الوقت الحالي عنده علاقات تبنى العلاقات مو سهل أنك تفرط فيها. إذا طلعوا الأشخاص دولي يحتاج اللي يجي بعدهم، أنا قعدت سنتين يلا دل البوابات والدخول والوصول، وتعرف عندك كل 4 اجتماعات في السنة، فالموضوع اللي يعتقد أن الموضوع سهل يحتاج بناء علاقات، يبقى الأسماء اللي تشتغل معك يبقى تعرف عليها، اللجان اللي تشتغل، السكرتارية، الرؤساء، العالم، تروح عزايم معهم، مناسبات، علاقات عامة. هي ترى على فكرة مو في كرة القدم بس، كل المنظمات الدولية من الأمم المتحدة إلى أقل اتحاد أو تجمع تفضل عبد الله يحتاج علاقات عامة. أنت والعلاقات العامة يحتاج شيء على فكرة عشان أختم ذا الموضوع. أنت على فكرة أنت أول من أنشأت العلاقات العامة في الأندية المحلية. صحيح، أنا أفتخر، أنا كنت أدرس في كنت ثاني طالب في الجامعة، كنت ثاني جامعة وأروح أطبق، وجيت الأمير خالد بن سعد بسوي لقاء معه قال أتركك من النادي، أنت عند في نادي الشباب عندنا ميونك براعم ولعبت في الشيء الناشئين والشباب، تعال اشتغل معنا. فمسكت إدارة العلاقات، صرت اللي أدرس أجي أطبقه، ولا كان في أي إدارة علاقات عامة في الأندية. وليش هذا في هذا كل الموجودين، يمكن الأستاذ عبد الله الضويحي كنت أرسل لهم أخبار وبثها قبل ذا العالم ما تبث الأخبار، وتعرف يعني أفتخر كنت وكالة أنباء. إذا كنت أي أخبار أشبه بوكالة أنباء، إيه ما كان الناس يستغربون يرسل أخبار، لكن كنت ما أدرسها أطبقها، فبديت مدير علاقات وصلت رئيس نادي. طيب بالنسبة للتمثيل السعودي في المنظمات الرياضية الدولية والقارية الآن، أنت مقتنع بالدراسة التي خرجت مؤخرا باللجنة اللي أنا لو مقتنعتيها ما كنت أنا واحد من أعضاءها، فمهما قلت على الإيجابية على الأقل وضعت الطريق وتحتاج إلى تفعيل، يعني ما أقدر يعني لامست المشاكل الموجودة. أستأذنك أبو عبد الله في فصل ثاني. أهلا بكم في الجزء الأخير من استئناف على شاشة رياضية السعودية، وضيف هذه الحلقة هو رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي سابقا وعضو لجنة الأندية في الفيفا واللجنة التنفيذية، الأستاذ محمد بن عبد الله النويصر. حياك الله أبو عبد الله. الله، عضو لجنة التنفيذية في الاتحاد الخليجي. في الاتحاد الخليجي ورئيس لجنة التسويق أيضا. صحيح، في كأس صحيح الخليج العربي. صحيح صحيح. ما شاء الله عليك، خفت المناصب ترى في تقليص. خرجت بتغريدة أبو عبد الله فيما يخص نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وسيدني، وذكرت أن السبب هو المراهنات في هزيمة الهلال. أبغى توضيح أبو عبد الله أكثر. أولا أنا ما قلت تماما لا الهلال ولا اتحاد آسيا بعد مباراة الهلال، هذه تغريدة قانونية، تغريدة قانونية
ما حد يعني ترى الاتحاد الاسيوي بحث انه ممكن يعاقبني ولا شيء، ما لقى مدخل ولا بحث الموضوع، عارف انا في داخل. واذكر في تصريح برضو للشيخ سلمان ايه من خليفه اتكلم عن الموضوع ايه لا انا اتكلم كلام عام، انا لازلت اقول ان في مراهنات تلعب في كره القدم في العالم، واشكر الحمد لله رب العالمين اني ساهمت في رفع مستوى الوعي على موضوع المراهنات في كرة القدم، لأن في كثير من المباريات يتم بيعها وشراها من قبل أطراف في المراهنات، والمراهنين يشترون حكم، يشترون لاعب، يشترون إداري، وموجودة في كرة القدم، سواء محليا خارجيا، بطولات أسيوية، بطولات عالمية، في كأس العالم، كأس العالم الأخير كان في شكوك كثيرة حتى على مواضيع مباريات عديدة، شيء طبيعي. اللي يقول إن ما في هذا الأمر هذا جاهل في كرة القدم وجاهل في عالم كرة القدم. لا هذا في أبو عبد الله، يعني ليس سر. أيه لكن ليس سر هذا أيه. واحد. أنا دائما أقول كيف تعرف الحين كيف حقين اللي يتابعون المباريات يعرفون إن هذا يحطوا، تعرف كل اتحاد مفروض يتعاقد مع شركة لمراقبة المراهنات، فيعرف هالمباراة إذا سعرها طلع فوق أو قيمة المراهنة ارتفع لصالح معين بزيادة يبدأ يراجع الأمور. أنا الحين ما أتكلم على، أنا أعطيك بصفة عامة ما أبغى أتكلم، إذا أخطاء صدرت من لاعب أو من مدرب أو من حكم متكررة في نفس المباراة ومكشوفة وتستغرب انها تصير، يعني مثلا لا تحدد لي مباراة، انا اتكلم على راحتي. طيب اوكي يا عبد الله، حكم جا ضربة جزاء وما في فاصل بينه وبينه احد الا هاللاعب، يعني ما في تغطية عليه ولا حسبها، جا واحد جا نفس الحركة ثانية ما حسبها، جا ثالث مرة ما حسبها. هنا يطلع عندي علامة استفهام. فأي مباراة في العالم تكرار الأخطاء بدون وضوح، يعني أنا ممكن الحكم يخطي، كلنا نقول الحكم يخطي، شيء طبيعي الحكم يخطي، واللي يقول والخطأ جزء من اللعبة، لكن تكرار الخطأ يحط عندي علامة استفهام. بس كثير بعد التغريدة قالوا محمد النويسر هلالي وعشان يهون الخروج على الهلال، أنا لاني هلالي ولا النصراوي ولا اتحادي ولا أهلاوي، أنا شبابي وأقولها بكل فخر، وأنا لمصلحة الشباب يفوز على الهلال بشجع، أتمنى إذا كان النصر بيفوز على الهلال لمصلحة الشباب فبشجع الفريق اللي يوصل مصلحتي، والعكس أو الاتحاد أو الأهلي، وكثير ما زالوا يتكلموا عن هذا الموضوع، بالنسبة لي عادي، أنا عارف نفسي وعارف الشباب الله. يعاني الآن صح أبو عبد الله؟ والله الشباب يعاني كثير. أنا أقول من الأشياء الإيجابية صارت في نادي الشباب، ويمكن أنا بالنسبة لي رحمة من الله وجود سامي الجابر في هذه الفترة، يعني أتوقع لو مدرب غير سامي ما كان تحمل الوضع اللي قاعد يصير، واستطاع أن يمتص كثير من الأشياء الموجودة في السلبية في نادي الشباب ويحاول إصلاح ما يمكن إصلاح. أنا كنت أتوقع الوضع في نادي الشباب حيكون أسوأ، لكن بالنسبة لي إذا نادي الشباب، أنا رأيي الشخصي ما علي من اللي يقولون، أنا نادي الشباب السنة هذه واللي جاية واللي بعدها في الدوري إذا كان في المراكز الوسط أنا مبسوط، وهذا كلامي قبل ما يبدأ الدوري، هذا كلامي مع الناس اللي أنا أعرفهم، حتى كلامي هذا كان مع سامي الجابر شخصيا عندما سألني عن نادي الشباب قبل ما يوقع. لكن في الكأس، كأس الملك، كأس ولي العهد، بطولة النفس القصير، النفس القصير ممكن نحقق بطولة متى ما ركزنا كويس والشباب قادر. أنا لا أحبط الجمهور ولا أبغى حد يزعل علي، أنا أحب الشباب يمكن أكثر من كثير منكم، وعشت نادي الشباب أكثر منكم ولا زال، وأنا من ساهم واحد من اللي ساهموا في بيع عقود نجوم لنادي الشباب، ليس لأن نحبهم، نحبهم ما زالوا أصدقائي وعلاقاتي معهم قوية، لكن نحب نادي الشباب أكثر. أنا لست ضد انتقال اللعيبة، وهذا من الأخطاء اللي قاعد تصير في نادي الشباب. أنا عندي أفضل حارسين في السعودية. في شحمال يا أبو عبد الله. أبيع عقد اللاعب، شو المشكلة أبيع عقد اللاعب؟ أنا وش المشكلة أبيع عقد اللاعب؟ أبيع وأنا
الأمير خالد بن سعد باع عقود لعيبة في عز مستواه وهو صراحة وكان الناس مذهولة، لكن هل الشباب فقد بطولات؟ الشباب ما فقد بطولة، يرجع البطولة. الشباب على فكرة ليس الهلال وليس النصر وليس الاتحاد، لأن ما عنده إمكانيات المادية الأربعة زين، ولا عنده الإمكانيات المادية الجماهيرية، لكن رغم ذلك ينافسهم بقوة. هذا الآن لكن في السابق كان في قوة مالية، حتى في قوة مالية، ولا يزال صعب الأربعة ذولي. يعني الشباب يعتمد على شخصية الأمير خالد بن سلطان الله يطول عمره من السابق وحتى الآن، لكن ما يقدر برضو أن مجموعة من هالأمراء وأعضاء الشرف المواطنين وأيضا قدرة على بيع الحقوق لأندية جماهيرية بتنافسهم، لكن مع ذلك نادي الشباب ما زال استمر ينافسهم ولا زال حينافس وبينافس، لكن بالتفكير. أنا معليش أنا دائم أقول متى ما صار عندي لاعب في نفس الموقع لاعبين متقاربين المستوى متقاربين الأعمار أنا ما في مانع بيع عقد لاعب. ما بقى معي إلا ثلاث دقائق وعبد الله باخذ المحاور السريعة. كنت مع عودة الأمير خالد بن سعد لنادي الشباب؟ المرة الأخيرة ما كنت معه وقلت له شخصيا الوضع مختلف ولست مع عودتك، ولكن هو صاحب القرار وجاء وخذ بطولة وخسر بطولتين. تذكر مباراة الشباب والفتح عندما كنت رئيس اللجنة الفنية؟ نعم. اللي تنعاد ما تنعاد وتقرير الحكم كتب في تقريره سمعت صوت الكورة. أنا أقول حتى الآن مباراة المفروض تنعاد والمباراة فيها خطأ فني. ليش من عادت؟ أنت كنت رئيس اللجنة الفنية. اللجنة كنا خمسة. كنت أنا والأخ بس عشان أكلم معي بذكر اسم الأخ مصلح. كنت أنا وياه نقول إنها تعاد. وفي ثلاثة من الأعضاء يقولون ما تنعاد. أنا شبابي وأحب الشباب لكن هذا القانون وهذا رأيي الفني. وفي ناس ساومت على حبي للشباب هم حرين لكن أنا بخصف نفسي. في بداية اللقاء ذكرت إنك ستعود للمناصب الرياضية. صحيح. أكيد إن شاء الله. أنا لا تصرح بس لمح أبو عبد الله. أنا يمكن تنتهي فترة الأعضاء بعد 4 سنين أرجع لرئاسة الاتحاد، أرجع لأي موقع رياضي في مو معنى ناس تقول نادي الشباب، يمكن نادي الشباب فيه تخصيص بتصير في الأندية أرجع لنادي الشباب وارد، كل هذه الأمور واردة، لكن متى ما تهيأ المناخ المناسب حسيت اني قادر اعطي ما عندي، عندي خبرات وعندي شيء اقدر اقدمه ما ابخل فيه اذا حسيت اني قادر اني اعطي. ستعود قريبا؟ لا اذا في اي عوده لا اكيد الموسم هذا ما عندي اي نيه، لكن المستقبل ممكن وليس فرضا للموسم القادم. ولا صراحه الاداره الشبابيه الموجودين اقول الله يعطيكم العافيه تحملتوا الكثير، يبغى لكم اكثر قوه في عمليه السماح بانتقال اللاعبين. سؤالي الأخير أبو عبد الله، ما كان محمد النويصر يستحق التكريم؟ والله أنا يعني حنا شفنا حتى الاتحاد السعودي برئاسة الأستاذ أحمد عيد كرم نفسه بنفسه، يعني ما كان في أحد حريص على التكريم هذه المجموعة. لا أنا الرابطة والله جو كلموني إن أنا ما أحب التكريم كأني يودعوني، أنا قاعد في الرياضة وبرجع للرياضة والله يعطينا العمر إن شاء الله، ولسه العمر يعني على أساس توصل 65 ما تترشح أو 64 ما زال بدري، فراجع وجالس ما حد ما أبغى أحد يودعني لأني برجع إن شاء الله. يقولوا تود سوينا حفل توديع ومشي، ماني بلاعب معتزل عشان تودعني، أنا برجع في أي موقع رياضي مستقبلا متى ما حسيت الوقت مناسب. رئيس رابطة الدوري المحترفين السعودي لكرة القدم سابقا واللاعب الرئيسي المهم في المنظومة الآسيوية الرياضية وعضو لجنة الأندية في الفيفا، شكرا جزيلا لك أبو عبد الله، شكرا أنك خصيت برنامج استئناف بأول حديث فضائي، شكرا لك أبو عبد الله. الله يخليك وأنا سعيد فيكم وتشرفني والله. في الختام لكم تحية طاقم التصوير عبد العزيز المرشد وعبد العزيز الربيعان، القائد الفني عبد الله رجب الزهراني، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله. لكل أمر أو قضية حقيقة غائبة تسمى أسرار لا تظهر أو يحرص أطرافها على ألا تظهر، أو ربما تم تشويهها عن قصد أو غير قصد، لذا لكل قصة عمق أو بعد يستوجب استقصاره.